نحضر المحافظ تحضيرا رسمي تسمع ان احنا عشائر ونعرفه هو ابن من ونعرفه ياهو ابوه ونعرفه ياهو يده خلى ياخذ سريه يده خلى ياخذ سريه اهل الموجودين ويحترم نفسه ابو الصدمه يحترم نفسه انا اعرفه واعرف ابوه واعرف يده والله العظيم والله العظيم اذا تكررت على المظاهرين مره واحده ومره ثانيه يكون احنا بحرق الخيام اللي بيها القران وبها ناس المصلي وبها ناس اللي هي داعينها على وطن وعلى العراقي انت تطب علي تحرجه وتطلع سالم لبالك انا ما اعرفك والله اعرفك واندلك واندل عشيرتك واندل بيتك وما تضيع من عندي هسه البحثيه كانوا ما ضاعوا من عندنا كلهم لحقناه ندعو بشيوخ العشائر البصره كافه تسمعني بحضورهم يوم مقرر لطلعت العشائر البصريه كل عشائر تسمعني البصرة. كل العشائر البصريه بكل ثقلها بكل عشائرها تطلع طلعه يكون تسمعني لها التاريخ وداعيها عن وطن داعيها عن تسمع واحنا نريدهم تسمعني يشدون حزمهم وين المظاهرين وهذول المجرمين نريد تقديمهم للعداله وهذا الامر تسمعني ندعي لمشايخنا تسمعني واستنكار على هاي المظاهر اللي يسووها اسمعني وحرق الخيم ورايح اتواصل وياكم تسمعني على رقمي الموجود كلكم الشيوخ تعرفون رقمي انا عبد الجليل عطشان عناد الطوقان شيخ قبيله المريان تسمعني وتعرفون لكل الزين والله العظيم والله العظيم يا ذولا المحافظ وغير المحافظ والصدمه وغير الصدمه يكون اعرفهم واحد واحد وما يضيعون من عندنا نهائيا ترى لا يشوفوني ساكت انا مو ساكت انا ترى والله مو ساكت ترى يعرفون اذا اقوم انا اقوم صدام حسين بشمسيت انا خليتهم دنقوا وخذوا باتوا قدم ويحترمون نفسهم ويحترمون المظاهرين والمظاهرين ناس سلميه والداعيه على وطن تسمعني وندعي شيوخنا شيوخنا الاجلاء الشيوخ البصره الاعزاء يكون يوم نريد لهم ماحل يقومون نهضه واحده تسمعني يوم نعين لهم نقول بيوم الفلاني نهضه واحده لتاريخ البصره ويرجعون البصره على البصره الاوليه تسمعني وعلى امورها تسمعني ونطي وتبطي حقوق الناس واحنا كل شيء مالي تسمعني والشيوخ يكون اتصل وياهم واحد واحد والعدة احتراز خليه يتصل بي التاريخ يسجل ها وهذا تسمعني وهذا العدي انا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته العدة تعقيب خليه عقب.